البنات كي دايرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير واحوالكم طيبه. كما كتشوفوا هاد لا فيديو كي درتو مع هاد الايام الاولاد رمضان، كما جاتكم قاصحه. نهار جديد وفيديو جديد. كنت وعدتكم بواحد لا فيديو نديرو لكم ديال الجليبات ديالي اللي كان عليه الطلب بزاف. الاغلبيه ديال الناس كيقولوا لي صوري لنا الجليبات اللي كتلبسي. صراحه كما قلت لكم في لا فيديو اللي كانت تيست، كنت قلت لكم كونكوا يعني من جهه الكونفينمون الاغلبيه ديال الحوايج كيكونوا هكا ما مصلوحينش اولا ما مصبنينش. يعني غنوريكم هذاك الشيء اللي هو مقاد دابا. غادي نحاول انه نلبس لكم شي جليبات تشوفوهم. وبغيت نشارك معكم واحد الكادو اللي جاني من واحد متتبعه هنايا في اليوتيوب، وبغيت نقول لها شكرا شكرا بزاف، اللي هي من مدينه الدار البيضاء. شكرا اختي والله يكبر بيك. والحمد لله هذا هو الربح اللي عندنا من اليوتيوب، وكيعرفك بناس زوينين وناس قلبهم بيض. شكرا اختي امال، وصراحه نشكر حتى نعيا ما غاديش نوفي. خليكم معايا نمشيو لبسوا جليبات من بعد نوريكم الكادو. هذه اول جلابه، هذه الكريب ديالها كريب كادي كما كتشوفوا. كيكون فيه واحد شويه ديال البريون، ما تيكونش بحال الكريب دو سوا. بزاف تنخدموه في الوقفات، قليل فين تنخدموه، قليل فين كنخدموه في الجلاب. ما ديرت عليا انتما كما شفتوا كيجي في صاله عاديه ايفازي شي شويه. من هنايا كما شفتوا خدمته بالطرز، الطرز ديال العقده ديال اليد بهذا اللون هذا الفولار. هذا اللون هذا كيحمقني، داير بحال لوبيرجين شفتوا، وفيه هذيك الموزونه الرقيقه والعقيق والحجر. المهم مخلط، يعني خدمه مخلطه. من هنايا خدمت اللون كله في اللون بالضفيره حتى لتحت، لا يا ربي الضفيره نصتو. ودرت ليه هذا البرشمان هذا كما شفتوا معايا في هذا الزوقة المعلم، في اللون ديال الفولار وديال الطرز. وخدمته هكا في الكميمات عاود نتوما شفتوا، كتجي هاد الخدمه هكا رقيقه واعره. هانتوما كيما شفتوا الحجر هكا حاولت ندخله في الموف. هادي راه غيكون بحال هاد الموديل، غادي يكون عندي في الطالع ان شاء الله قبل رمضان، قبل العيد ما تيجيش عليا. كتجي بحال هكذا هانتوما، معرفتش واضح ليكم. كتجي فيها افتتاحات في الجناب، وهاد اللون هذا كيجي مع هاد اللون. ما تقوليش كاع واش يجي مع هذا فيغ او، راه كيبان دابا شويه واضح ملي كنبعد. وهذا لوبيرجين كيجيو واعرين صراحه. كما قلت لكم خدمت هنايا اللون في اللون، حيت ديجا هنايا الطرزه ديالو باينه وقريبه السفيفة، ما كاينلاش ندخل شي حاجه هنايا. حاولت ندخل غير في البرشمان بحال هكذا باش نطلع اللون، ودرت ليها فولار سامبل في لوبيرجين. وهنايا حاولت نخدم الطرس جوج لوينات باش نبدل شويه. ها هي كيفاش كتجي، وكاين هذا الموديل، هذا الموديل الثاني دو بيس لتحتاني بحال هكا شبكه لوز بيبي، وفوقاني بلو غوا موب برحرير. صراحه هذا في الاول كنت حله شفتوا معايا، الا باين لكم كان محلول، كان كيجي طايح من هنا ومن هنا والشبكه كتبان. مي جاني شويه حد داري كثار من القياس وسديتو. هانتوما كتجي هادي هكا كاع، الا بغيتي تشمريها كتجي زوينه. وكتجي فيها هاد الرشمه من هنا بالعقيق. انا صراحه هادي مع دو بياس ومبرا وهذا حاولت انه ما نكثرش عليها، درت غير واحد الجنيب هكا بالحجر جا باين صافي. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، وهاد الشبكه هادي كتبان حتى من الصدر، غير حنايا صحاب الزيف ديما عندنا كلشي كيتغطى. هانتوما تتبان حتى من هنايا
ودرت وكتبان من التحت، من التحت عاود كتبان. عايزين نشوف لكم شويه صراحه، ما غاديش تبان. المهم غادي نشوف كيفاش نقدر نصور عليكم من التحت، حيت من التحت نفس هاد العيبات هكا اللي كيبانوا من هنا كيبانوا من الرجل التحت. واختاريت ندير لها هاد الفولار هذا، مزوق شتوه مزوق، حيت ديجا هي كلها سامبل كما كتشوفوا. ودرت لها هاد الفولار هذا شي شويه، المهم دلاسوا وشويه مزوق، وكتجي هكا تقدري تلبسيها حتى المناسبات، يعني بزاف ديال الحوايج المبرك وعارفينها كتجي ماوية في اللبسه، كتبان شي حاجه كلاس خصوصا في المناسبات. انتما كتجي هكا، نتمنى انه يكون واضح ليكم. خدمت هاللون في اللون صراحة، أنا في التصوير ما عرفتش علاش عطاني هاد اللون كاشف على هذا، مي راه هو طون سيغ طون، هاد اللون هو باش مخدومة. ما عطاني شوية في الكاميرا شوية بعيد، ولكن راه نفس اللون. هنايا كيما قلت لكم دخلت عليها شوية في الغوص بيبي باش نعطي الغابيل لهادي اللي كاينة لتحت الشبيكة. هاد الشبيكة بس زوينة تتكون عندك، دابا هذا نقدر نلبس ليها الكحل الفوق، بزاف اللون غادي نماريهم مع هادي، واخا ما نلبس هادي. سينو تقدري تلبسي الجلابه وما تلبسيش كاع التحتاني. انا اغلبيه دابا مثلا اذا كنت غلبس هاد الجلابه لبسها المحل او لا شي بلاصه اللي ما بغيتهاش تبان اوفر، يعني يكونوا هكا جو دو بيس، كنلبس هادي الفوقانيه بوحدها وكنخلي التحتانيه ما كنلبسهاش كاع. يعني اغلب الاوقات ما كنلبسش دابا كاع هادي، كنلبس غير هادي. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، واختاري تلبسها مع هاد الفولار هذا. هانتوما كيفاش داير لاسوا، وهكا جاي شويه مزوق. وهذه هي الجلابه الثانيه، خليو ليا في لي كومونتير كيفاش جاوكم جليباتي. هيك نضحك معاكم. وهذه الجليبه الثالثه، هادي في الصفر، داك الصفر اللي داير بحال البيستاش. وخدمته هنايا بهاد الموف، هذا الطرز يد مع التنبات كما شفتو، كتجي من هنايا من هاد الشن وكتجي كتجي من هنايا كما شفتو من هاد الشن هنايا وكتجي من هنايا. تجي خفيفة كيما شفتو معايا. المهم انا كنبغي نلبسهم على حساب حتى الخدمه وهذا، يعني داكشي اش كنحاول انه شي حوايج نديرهم تخوشارجي، شي حوايج نديرهم سامبل. هنايا اختاريت نخدمها اللون في اللون بالضفيره لونها، العقيده دخلت لهم شويه ديال البرونز باش يطلع ليا شويه البريون، على حساب هاد العقيق باش خدمت دخلت حتى البرونز. خدمت عن السطوق وبالعقيده هكا كيما قلت لكم فيهم البرونز او بالبرشمان. هانتوما كيما غتشوفو داك برشمان، وخدمتها سامبل كيما شفتو كتجي حلوه. وهاد اللون يعني قليل اللي غيقول لك يجي مع هاد اللون هذا، هاد الموف كلشي الكليه اللي شافو عندي حماقوا عليه من ميلونجيتو مع هاد الصفر هذا. بالنسبه للفولار اختاريت هاد الفولار هذا كيما قلت لكم، انا دابا الا شفتو كندير بالنسبه لاسوا غتشوفوني بلي كنديرو بزاف، ولكن ماشي راه ما كيبانش لكم، سمحوا لي على التصوير. بالنسبه لاسوا كنشريه بزاف ولكن ما كنلبسوش بزاف، حيت فريمون هو تيجيني ماشي ديال الخدمه، كيبدا يزلاق وداكشي، وانا كنبغي كنبغاش ما كنبغيش نبقى مديرونجيه مع الفولار. دخل فيه هاد الصفر، دخل فيه الموف، وفيه حتى من اللور هكا الموف، فيه كاع اللوينات. حيت ديجا كيما قلت لكم الجلابه سامبل، خاصني حتى الفولار نلعب عليه يكون باين عاطي باش يجي مزيان. شفتو كيفاش جا معاه؟ جا غزال صراحه، جا زوين. عندي الزربع داك القلي فولار في اللوان اللي، حيت انا كندير شي الوان عجيبين غريبين مع الجلابه، بعد داك القلي فولار اللي تواتا معاهم. تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم تناسق ديال الفولارات مع الجلالب.
وكاينه هذه، هذه كتجي مخزانيه مخدومه في الكحل لون في اللون. هانتوما كيما شفتو كتجي هكا منبته كحل لون في اللون، كيعجبني انا. صراحه الالوان اللي مغلوقين ما تيعجبنيش فيهم تنبات اللون في اللون، مي ما عرفتش علاش الكحل بالضبط صراحه كيجي فيه تنبات. يا سلام، يعني طون سيغ طون سبق ليك الجلابه كتلبسيها فيما بغيتي يعني، وديري لها الفولار اللي بغيتي. صراحه كنت كنديرها مع واحد الفولار فيه فيه الكحل واللوينات، وما كنقلب عليه والله ما لقيته. قلت امام حتى هذا كيجيها مزيان بعض المرات هو كنلبسو. قلت نلبس لكم هي هذا تشوفوها، هانتوما شفتوها كيفاش جايه، كتجي هكا نستوق فيها الخديمه هكا، البرشمان من التحت ومن هنايا نستوق. هي طريسنا ترقاق وخدمتها هكا بالتنبات. هذه في صاله ديالها، في صاله مخزانيه كما كتشوفوها نتوما جبليه. بالنسبه لهنايا عاود درت نفس الرشمه اللي درت في الكمام، اللي درت في السدوره درتها في الكمام، يعني اللون في اللون كما قلت لكم ديما حنا كنخدموا بالعقيق، شي حاجه كاليتي. هانتوما شوفوا النوار وكيفاش كيبري، هذا راهي لون في لون، كتجي رائعه في اللبسه الصراحه. كونفورتابل، تقدري تلبسيها مع سبرديله، تقدري تلبسيها مع لي طالون. نتمنى انها تكون واضحه لكم كما الواقع، كتجي زوينه. درتها مخزانيه حيت هاد الاواخر وليت كنزعم نلبس مخزانيه واخا عامره، حيت لا بلوبار ديال العيالات اللي كيكونوا عامرين يعني ما تيجيش معاهم هذاك المخزاني، كيزيد ليهم ماشي ما كيجيش معاهم، كيزيد ليهم شي شويه في الفوليوم. قلت ماشي مشكل، الكحل هذا غادي يخبي شي شويه. المهم هانتوما شفتوها كيفاش جات، و البياسه ملي كتكون لون في لون وخصوصا الكحل راكم عارفين كتزعموا انكم تلبسوا مع اي حاجه بغيتوها. يعني بالنسبه للفولارات كما قلت لكم، ولا في الرجل، ولا حسب السيكان، على حسب شنو بغيتو. هنايا كما قلت لكم كميمات راه عراض، وخدمتها لون في اللون، نبتها هكا حتى هو اللون في اللون، كتجي غزاله. حتى هذا داك التوب اللي قلت لكم الكادي كيجي بريون شتو كريب، ولكن كيجي كيبري شي شويه صراحه كيعجبني، كيجي راقي في اللبسه يعني ملي كتشوفي هكا كيجي مزيان. هانتوما كيفاش جاتني اللبسه، تخليو ليا في لي كومونتير، واللي عجبوه كثروا ليا من لي لايك، بغيت نشوف لي لايك باش اي جلالب درتهم ثاني لراسي نعاود نصورهم لكم لوك بوك، باش الا عجبوكم ان شاء الله ندير لكم بحالهم. وان شاء الله غيكونوا شي حاجه من هاد الموديلات ديالي، غيكونوا كما قلت لكم في لي موديل اللي غادي ندير لكم من بعد على حساب العيد ان شاء الله بحول الله. ايوا هكذا كتجي، وندوزو للموديل لاخر. وكاين هذا الموديل هذا كيما شفتو كيجي شي شويه عامر دبس نتوما كيما شفتو، كيجي بالطرز هكا رباطي في البرونز، ومن بيت هكا باللوينات فيه الكرونه ولونو البرونز والسومون، ثلاثه الالوان. كيجي من هنا هكذا، ومن هنايا كيجي ويهبط. هانتوما التوب ديالو كريب دو سوا، وخدوم بالعقيده تحت لتحت والضفيره حتى لتحت، زولت ليه الطريسنات بالبرونز باش يجي الغابيل ديال هاد الرشمه. مخدوم كيما قلت لكم برباطي بالبرونز هنايا من الكميمات. انا نقرب لكم هانتوما باش تعرفوا الفرق بين هل دابا هادي بالنسبه للشبكه لصقناها لها غير من الداخل، يعني ماشي بياسه اخرى لداخل، هادي غير من هنايا، حيت ديجا انا عندي هذيك فيها الشبكه حتى لتحت، هادي اختاريت ندير ليها الشبكه غير هنايا. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي هكذا ثم راها من هنايا مركبه، يعني ماشي من الداخل، يعني ماشي بياسه اخرى، هي مركبه هنايا باش تجي باينه عاطيه يعني هذا المنظر. وهنايا نفس الموديل اللي كاين هنايا، كاين هادي شي شويه عامره. بالنسبه للفولار درت ليها واحد فولار ديال لاسوا كيما شفتو برونز، اللون ديالها سميتو لون واحد، حيت ديجا انا طرستها باللوينات باش نخلي هذوك اللوينات اللي في العقيق يبانو، والفولار يزيد يطلع ليا الرشمه مزيان. هادي شي شويه كتجي عامره كيما قلت لكم، فيها العقيده تحت لتحت. هانتوما كتجي بحال هكذا، كي جاتكم كي جيتكم كي جيتكم
من هنا درت لها عقيدات. أتمنى أنها تكون باينة لكم. كنبعد باش يبان لكم اللون مزيان، حيت اللون ما حدك كتقربيه هو كيولي كيبان فلو. وكاينه هذه صراحه كتجي هكا سبور كما شفتو، خفيفه ما فيهاش يس فيفا، وهذا كتجي كيمونو. هذه صاله كيمونو كتكون جايه هكا عريضه، التوب ديالها داير بحال الزرزي، مخدومه كلها هكا بالعقيق كما شفتو. صراحه ما باينش اللوان ديالو، هذه كتجي صيفيه بزاف. هذه بالنسبه للصيف بحال هكا كنلبسهم المحال، عندي فيهم صراحه جوج، كاين واحدة كيما قلت لكم نسخة، هذه اللي نقية. كتلبسيهم هكا المحال، كتلبسيهم مع سبرديلات، مهم كونفورطابل وخفاف ومبردين بزاف. تقدري تلبسيهم هكذا كيما قلت لكم، غادي عندك شي غراض، غادي الخدمة. المهم بالنسبة لي انا المحال وهذا كتحسي براسك خفيفة، ما كتحسيش براسك بشي شي حاجة هكا جلابة ثقيلة ولا شي حاجة. ودرت ليها هاد الرشيمة هادي كيما قلت لكم باش نعطيها شوية ديال سميتو. دورت ليها كلشي هنايا، المهرس لا من هنايا لا من الكميمات لا من لتحت من الدورة، جات هكا خفيفة وزوينة. درت ليها هاد الفولار هذا، فيه هاد اللون هاد البرونز مع هاد اللون ديالها هي. صراحة كنلبسها بعض المرات مع هذا، بعض المرات كنلبسها مع فولارات دوك ديال لي كخا، حتى هما تيكونوا زوينين ومبردين بحال هكا في الصيف. هي لون واحد في هاد البرونز عندي، ني تكلحو غير هكا وهكا كيكون زوين. المهم على حسب كتنوعي ليها كتجي حتى هي زوين، هادو حتى هما كيجيو زوينين كنخدمهم في الصيف بزاف. يعني ان شاء الله بحول الله الا دازت هاد الازمه هادي ويدوز هاد الوباء، كيكونوا عندنا ان شاء الله بحال هكا مور رمضان كنخدموا فيهم لوينات، وعلى حسب كنخدموا فيهم لوينات وموديلات وتويبات منوعين تيكونوا زوينين. هادو كتمشيو لينا بزاف في رمضان، في الصيف اغلبيه كيبغيوهم. بالنسبه للناس اللي ما كيديروش فولار كيلبسوهم هكا قصيرين، سينو كديري فولار كتلبسيها طويله وكتجي زوينه. انا نتوما شفتو، واخا انا عامره واخا هي انا واخا انا عامره واخا هي فصلت كيمونو، ولكن تجي هكا طايحه، ما تزيدك ما والو. كتقولوا لي كيفاش جاوبكم في لي كومونتير كيما قلت لكم. يلا ندوزو الاخرى البنات. وكاينه هذه صراحه كندير معاها واحد الفولار اخر ديال ليكها هذا اللون، ولكن قلبت عليه دابا والله ما لقيتو. المهم هذه التوب ديالها داير بحال شكل ديال مبرا، ما ماشي مبرا، رقيق صراحه هو زوين، وكنلبسو لا في الصيف لا في البرد، ما ماشي شي حاجه اللي سخونه. حاولت انه درتها بعدا 3 كار كيما شفتو، ماشي طويله 3 كار حتى لهنايا. ودرت ليها هاد الدوره هادي، درت ليها هاد الستان من هنايا غلفتها به، وهنايا القب ديالها غلفته غير بتوب ونيت، وخدمتها هنايا بالكحل بالطفيره حتى لتحت وبالسنينات بلاصه العقد. مدرتش ليها العقد باش تجيني شي شويه هكا خفيفه ونقدر نلبسها. وكما قلت لكم درت ليها الديكور هذا من هنايا باش نهرس ليها شويه هاد التيكري اللي فيها. صراحه جات زوينه بزاف، وشحال من واحد شافني هكا في المحل لابسها. كنت جبتها تبتوب في كونتيتي، ولكن دابا كتقلبوا عليه الضو ما لقيناش. المهم تتقولوا لي كيفاش جاتكم حتى هي. هادي سامبل توب، اصلا هو اللي لعب توب هو اللي شي حاجه خدمنا خديمه غير سامبل، حتى هي كنلبسها بحال هكا الا غادي للمحل بحال هكا لبس شي حاجه خفيفه. شتو كي كتجي كوكو، هاني رجعت ليكم، جيت نشارك معكم الهدية اللي جاتني من عند واحد المتتبع هنايا في اليوتيوب،
او ميم طون كليانه ديالي ديجا خيطات عندي. بغيت نقول ليها، المهم صيفطات لي هاد الباك اصلا كان مسدود وكل شيء بالعيبه هادي، انا ديجا حليته حيت صعيب تحليه. صيفطات لي هاد دي بتي مو بحال هكا، قالت لي جو تو سويت ان جويز انيفرسير بلان دو بونور. صراحه اش نقول لك، شكرا بزاف بزاف اختي منال، الله يكبر بيك، الله يخلي لك وليداتك. صيفطت لي هذا المصحف اللي غزال، شوفوا معايا كيفاش كيجي بالمبرة، غزال صراحه. شوفوا كي داير الستيل ديالو من برا، بهذا الذهبي جاي اكثر من رائع. بالنسبه لك كنت غادي تقرايه سهل، يعني ممكن انك تقرايه كما كتشوفوا، اتمنى انه يكون واضح لكم. صراحه عجبني بزاف. وكاين هذا المورد مقطر، صراحه هو يعني مورد مقطر زون. وكاين شوفوا معايا هذا التسبيح، هذا كيوت، في هاد الشويشيه هنايا في السق اللي ذهبي، جاي سلام صراحه. جا صورتي مع مع المصحف، شوفوا كيفاش جاو، صراحه فكرات فيا وكبرت بيا، الله يكبر بيك. هنا كاين النوغا، وهنا كاين داك التمر بريستيج كما كتشوفوا معايا هكا معمر، وهنايا كاين هاد الريشه ديجا طاحت من هذا. هنايا كاين هذا واحد بتي ساك كتقدري تهزي فيه، تحطي فيه القران ديالك مثلا الا كنتي غاديه معاك، كنتي غتحطيه في الساك ديالك اللي غتهزي، غادي ديريه فيه باش هكا ما يتقاس ليك حتى شي حاجه، ويبقى هكا نقي وتحافظي عليه. صراحه اللي غادي نقدر نقول ليها مسكينه، قالت لي مع هي ما كايناش هنا، كاينه في كازا اختها اللي كاينه هنا في اكادير، وقالت لي كان كيسحب ليا الكونفينمون قدروا تلقونا في لو 20 نهار 20، ومني ما تلقوناش فكرت انه هاد الناس كايليفريو وصيفطتهم ليك، زعما صيفطتهم ليا سالم. شكرا بزاف بزاف اختي امل، الله يكبر بيك ومرت ليك في صحه الخير. وصراحه شي حاجه زوينه انه في هذا الوقت تلقى شي حد يبقى مهز ليك الهم وكيفكر ليك وكيفكر. شوف هي في كازا وكتفكر ليا انا في اكادير، كيفاش انه دير معايا شي جيست. شكرا بزاف 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 اختي امل، الله يكبر بيك كما قلت لك، والله يخلي لك وليداتك. وصراحه فرحتيني بزاف مني جا عندي السيد وعطاني الباك، بقيت كنشوف كنقول الحمد لله مني باقي الناس مزيانين هكا، تيفكروا الناس بالخير، يعني نحاولوا انه نفرحوا الناس اللي كنعرفوا واخا غير بكلمه زوينه، يعني راه شي حاجه اللي هي زوينه في هذا الوقت واللي محتاجها اي واحد، وخصوصا حنا دابا في هذا الحجر الصحي، يعني كل شيء قلبه طايب عليه، كل شيء كيضر قلبه. ومني كتلقى شي حاجه بحال هكا، شي سوربريز بنادم، يعني انت كاع ما داير في بالك والو، داز لانيفيرسير ديالي تقريبا راه شي 20 يوم هادي باش داز، وهي فكرت ليا. شنو نقول لك، كلمه شكر قليله في حقك. كما قلت لك ان شاء الله مردوا لك ساعه الخير، وشكرا مره اخرى. وقلت علاش لا نشكرها من هذا المنبر، حيت هي ما عندهاش انستغرام وكتبعني هنايا في اليوتيوب، وقلت نحاول انه نشارك معكم الكادو اللي صيفطات ليا باش هكا نوجه لها الشكر نيشان. شكرا اختي امال، وصراحه هذا لوجيست ما غاديش ننساه لك، الله يكبر بك. والهلا يخطينا حباب، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.